السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مملكة فاطمة. احنا النهاردة معاكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو بطلب منكم اللايك والاشتراك والسبسكرايب وتدعمونا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة هنعمل ايه معاكم؟ معانا لفة جلاش. هنعمل معاكم النهاردة جلاش باللحم او رقاق باللحم، زي ما تحب تقول عليه قول، بس هو معانا جلاش طري. ماشي، يلا نبدا معاكم الوصفه. احنا معانا ايه هنا دلوقتي؟ معانا لفه جلاش باللحمه، معانا نص كيلو لحمه مفرومه، معانا صلصه، معانا توابل ملح وفلفل وكمون، معانا 5 فصوص ثوم مدقوقين كده بنص قرن شطه حراق، معانا حبتين بيض، معانا هنا البصله بتاعه التعصيجة اهي جهزتها معاكم اهي، هنفضي عليها بقى اللحمه معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبها كويس. طبعا احنا جبنا معلقتين زيت كبار او 3 معالق، وعليهم معلقه زبده او سمنه كبيره زي ما تحب. تمام، ونعصجها كده كويس. نبدا نحط عليها التوابل. معانا فلفل، معانا كمون، معانا هنا الملح، ونحط لها ورق لورو كده. نجيب بقى بهارات لحمه، نحط بهارات اللحمه كده ونقلب كويس. نهد عليها شويه ونحط لها معلقه صلصه. نجيب كمان شوية نسيبها تتشوح مع بعضها كده، والوقت هنحط التومة اهي. Thank you.
وبعد ما عصجنا اللحم معاكم كده اهي اهي ما شاء الله كده خلاص بقت حلوه اللحمه معانا اتعصجت. خلاص بقى معانا دلوقتي الصينيه اللي هنعمل فيها ونبدا نفك الرول ده معانا، ومعانا حبتين بيض كده والحليب يجي فنجان حليب مليان كده كبير، والسمنه هنبدا بقى ايه نجيب السمنه كده على الفك كده اهو الصينية معانا كده نبدأ بقى نفك الرول كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله هنجيب اول ورقة كده اهي نحطها هنا كده اهو نجيب كمان واحدة طبعا احنا دهنين الصينية اهو نجيب برضو كمان واحدة كده اهو اهو الورق طول الصينية ما شاء الله يعني ونيجي هنا ندهنها سمنة كده نرجع تاني نحط كمان لقيت ورقة كده ورق جلاش اهو ندهن تاني نيجي تاني نحط معانا كده اهو وندهن برضو سمنة دي سمنة على زبدة
ديت سمنه على زبده اهو. هنيجي هنا برضو نحط كمان ورقة، نجيب لو اللي تحت دي لو مقطوعة نجيبها معانا كده بحيث ان احنا نبقى عملنا نص الورق اهو، مش اشكال لو مقطوع عادي اهي اهي. اي ورق مقطوع عندك مش وحش اهو. ودهيني برضو كده كده. حطينا نص الورق ودهنا سمنه اهو. هنعمل ايه بقى؟ نجيب العصاج اللحمه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل الورق اللورة ده كده، اي ورق لورة نشيله عندنا عشان ما يليش حد في الاكل. كمية جت كبيرة شوية وجيبي بصي اهو، بصي كده اللبن حاجة بسيطة، بصي اهو اهو معلقة اهو. نرجع تاني نشيل العصب ده معانا بقى كده. نجيبها كده ونقطعها هنا كده ونحطها وندهنها اهي. نعدل الورقة كده وندهن. ونجيب دي كده وندهن كده. السمنة حلوة بتخلي الرقاق مولع وحلو اهو. نجيب دي كده وندهنها برضو، نحطها كده. نجيب جزء تاني اهي.
من ايدينا كويس بقى. ندهنا برضو كويس كده معاكم. لو الصوت واطي هو ما شاء الله، يعني كل حاجة قدامكم اهي واضحة خالص اهي. ما عادش معانا غير دي اهي. دي ورقتين مع بعض اهيت، نحط ورقة هنا كمان كده اهو، وندهنها بقى كده. شيلناه كويس الوش كده اهو. وهنعمل ايه بقى؟ هنيجي في الاخر كده نجيب شوية حليب، بس نيجي على الصينية ونقطعها الاول اهي. وهي طرية كده لازم تتقطع الاول، يعني ايه نص تقطيعة كده اهو. بالراحة كده دلوقتي بعد ما قطعناها كده نفضي عليها الحليب اهو اهو، ونعملها كده عشان تتشرب كويس كده اهو. ونيجي هنا كنا حاشين شويه حليب اهو، نجيب شوية فلفل اهو، حاجة بسيطة كده، ونضرب البيضة كده في الحليب بالفلفل احنا طبعا ولعنا الفرن من شوية اهو. نحط على وش الصينية كده اهو. والوقتي بعد ما جهزنا صينية الرقاق دلوقتي باللحمة المفرومة هنشيلها معاكم ندخلها الفرن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، دخلناها معاكم الفرن اهي. هنقفل عليها بقى دلوقتي ونسيبها مع نفسها كده لغاية ما نلاقيها بدأت تحمر من تحت وفوق نبقى نطلعها.
دي الصينية اهي والفرن هنطلعها بقى معاكم. بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده. طفينا الفرن بسم الله ما شاء الله اهي. صينية الرقاق باللحمة ودي صينية الرقاق باللحمة اهي بعد ما طلعت من الفرن اهي. بسم الله ما شاء الله اهي ولا احلى من كده. تحميرها جميل اهو. نقطعها معاكم دلوقتي اهو مكان ما كنا مقطعين. بسم الله ما شاء الله اهي. السكينة ماشية فيها 10/10 اهي. بسم الله ما شاء الله. يلا نطلع معاكم حته كده نشوفها. بسم الله ما شاء الله. طبعا هي لسه سخنه. اهي بسم الله ما شاء الله اهي استوت زي الفل اهي زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله زي الفل وبالهنا والشفا. زي ما قلت لكم ما تنسوش اللايك والاشتراك ومع الف سلامه.